بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تعرفنا صبايا في الحصة السابقة على الحموض وتعرفنا شو يعني كلمة حمض، ايش اللي بيميزها، كيف نقدر نكتب تفاعل تأين او معادلة تأينها في الماء، كيف نسميها، اليوم بدنا نتعرف على ما يسمى بالقواعد. لما اجي اتحدث عن القواعد في البداية لازم اعرف شو يعني كلمة قاعدة. القاعدة هي عبارة عن مادة تتأين في الماء وينتج عن تأينها أيون الهيدروكسيد الـ OH-1 السالب وأيون آخر موجب. إذا ما يميز القواعد وهو وجود أيون الهيدروكسيد السالب اللي هو الـ OH-1 بالإضافة إلى أيون آخر موجب. إذا لما بدي أتحدث عن القواعد لابد من إني أتحدث عن بعض الأمثلة الموجودة في الطبيعة اللي إحنا نستخدمها. من أهم الأمثلة القواعد الموجودة عندي وهو قاعدة أو هي قاعدة هيدروكسيد الصوديوم واللي بيكون موجود دائما في الصابون اللي أنا بستخدمه أثناء تغسيل الأيدي بشكل عام. لما بدي أجي أتحدث عن النوع التالي من القواعد وهي الأمونيا واللي بتكون متواجدة في سوائل التنظيف والأسمنت. وهيدروكسيد المغنيسيوم في موجوده في صناعه الادويه، وهيدروكسيد الكالسيوم الموجود في البناء وتنقيات مياه الشرب. طبعا انا في هذول الامثله انا ذكرت فقط 4 امثله، بس طبعا اكيد احنا عندنا موجود العديد من الامثله على القواعد اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليوميه. بعد ما تعرفنا على القاعده وحكينا ايش هي بعض الامثله، لابد مني اني اتعرف على ما يسمى بصفات القواعد. ايش اللي بخلي هاي المركبات او شو مميزاتها اللي بتخليها اسمها قاعده؟ اول صفه من هاي الصفات بان طعمها مر. هاي طبعا لو كان في حال نتحدث عن المركبات الطبيعيه او القواعد الطبيعيه، بينما هي القواعد الصناعيه فهي تكون كاويه للجلد. الصفه الثانيه بتميز فيها القواعد بان محاليلها موصله للتيار الكهربائي. اذا ملاحظين في صفات مشتركه بين الحموض والقواعد ان دائما تعتبر مركبات كهربائيه سواء كان حمض او قاعده، وان محاليلها يعني عند اذابتها في الماء توصل التيار الكهربائي. بالنسبه للصفه الثالثه لصفات القواعد بانها تغير لون ورق تباع الشمس من اللون الاحمر الى اللون الازرق. اذا هون بنلاحظ بانها عكس ورق تباع الشمس المستخدمه في الحموض. لما حكينا عن الحموض في الدرس السابق وانها تغير لورق تباع الشمس من الازرق الى الاحمر، بينما في القواعد تغير لون ورق تباع الشمس من الاحمر الى الازرق. الصفه الرابعه من صفات القواعد وهي بانها مواد كهربائيه، واحنا اتفقنا اي مركب كهربي هو مركب عند اذابته في الماء يتاين الى ايونات موجبه وسالبه. بما اننا بنتحدث عن القواعد، اذا الايون السالب اللي يميز هذا المركب وهو ايون الهيدروكسيد OH-1. لما بتجي اتحدث عن القواعد لابد من اني اتحدث او اتعرف على طريقه تسميه القواعد. حتى نسمي القاعده دائما نبدا كتابه المركب بكلمه هيدروكسيد للدلاله على الايون السالب، ثم نتبعها باسم الايون الموجب. مثال عندنا هون هيدروكسيد البوتاسيوم KOH، بلشنا بالتسمية بكلمة هيدروكسيد اللي هو الأيون السالب، ثم أتبعناها باسم الأيون الموجب وهو البوتاسيوم أو الكي. فبالتالي الـ KOH بنسميه هيدروكسيد البوتاسيوم. تعرفنا صبايا على القواعد وتعرفنا على صفاتها العامة وتعرفنا إيش هو اللي بيميز وجود القواعد أو طريقة تسميتها. اليوم نتعرف على ما يسمى بقوة القواعد. رح نصنف القواعد زي ما صنفنا الحموض إلى قواعد قوية وقواعد ضعيفة، ورح تصنيفنا يكون بناء على تأين هاي المركبات في الماء. فإذا تأينت القاعدة في الماء وأعطت بشكل كلي وأعطت كل كمية الهيدروكسيد، فإن هذه القاعدة رح نطلق عليها باسم قاعدة قوية، وبالتالي رح تكون تأينها بشكل كلي، رح تكون موصلة للتيار الكهربائي بشكل كبير. بينما لما نحكي نتحدث عن القواعد الضعيفة بأن تفككها أو تأينها في الماء رح يكون تأين جزئي، أي سيبقى جزء دون تأين، فرح نعتبرها بأنها قاعدة ضعيفة. عشان نعبر عن القواعد القوية والقواعد الضعيفة في المعادلات الكيميائية، دائما عند القاعدة القوية نكتب سهم واحد، والقاعدة الضعيفة بنعبر عنها بكتابة سهمين متعاكسين.
من أبرز الأمثلة على القواعد القوية هيدروكسيد الكالسيوم، هيدروكسيد البوتاسيوم، وهيدروكسيد الصوديوم. وإحنا تحدثنا في الحصة السابقة إنه كيف نقدر نسمي القواعد. في البداية نكتب اسم الهيدروكسيد، ومن ثم نتبعها باسم الأيون الموجود. من الأمثلة على القواعد الضعيفة وهي الـ NH3 والـ N2H4. بعد ما تعرفنا على أو قسمنا وفصلنا القواعد إلى قواعد قوية وقواعد ضعيفة، في عندي هون وجود سؤال قال لي اكتب لي معادلات كيميائية تبين تأين كل من القواعد التالية. معطيني مجموعة من القواعد، إحداها قواعد قوية والأخرى قواعد ضعيفة. هلا بدنا نعبر عنهم وبدنا نحكي كيف تفككت في الماء. طبعا احنا اتفقنا انه لازم نكتب على السهم ال H2O للتعبير على انه هاي المادة او هذا المركب تفكك في الماء. فعندي المثال CaOH الكل 2، هاي هو هيدروكسيد الكالسيوم، عند تأينه في الماء تفكك بشكل كلي الى Ca plus 2 plus OH minus 1. واذا ملاحظين صبايا انه هاي المعادلة لسه مش موزونة، فعشان نوزنها رح نضرب الهيدروكسيد باثنين. هذا اذا هي صارت عندي كل المواد المتفاعلة مساوية للنماذج. نفس الاشي بالنسبة لهيدروكسيد الصوديوم، عند تفككه في الماء اعطاني ايون للصوديوم اللي هو Na plus 1 والOH minus 1، وبالتالي كان تفككه او تأينه بشكل كلي. عشان هيك عبرنا بالمعادلات بسهم واحد. لو اجينا انتقلنا على المثال الثالث اللي هو الامونيوم الـ NH3. الـ NH3 هي في صفاتها او في مركبها او تكوينها الكيميائي هي لا تحتوي على ايون الهيدروكسيد، فبالتالي ولكن اعتبرناها من القواعد الضعيفه، لان الامونيا عند تفاعلها مع الماء تنتزع جزء او تنتزع هيدروجين وحده من الماء تتحول على شكل الـ NH4 plus 1 ويعطي نتيجة تفاعلها أيون الهيدروكسيد، لذا اعتبرناها بأنها قاعدة ضعيفة برغم من أنه تركيبها الكيميائي لا يحتوي على أيون الهيدروكسيد. نفس الإشي بالنسبة للـ N2H4، عند التفاعل مع الماء بنتزع هيدروجينة واحدة من الـ H2O بتحول على شكل N2H4 plus 1 و OH minus 1، فبالتالي وجود أيون الهيدروكسيد برغم أنه تكوينها الكيميائي هو مش موجود أعطاها صفات قاعدية، ولكن التنتين يعتبروا من القواعد الضعيفة. وإذا ملاحظين من خلال هدول التفاعلين بأنهم وعبرنا عنهم بشكل سهمين متعاكسين للتعبير على أنهم قواعد ضعيفة. طبعا صبايا آخر إشي بدنا نتحدث عنه بدنا نعطي بعض الأمثلة على أسماء مجموعة من القواعد. نحكي عن KOH، احنا اتفقنا قبل شوي إنه الـ OH أول شيء نذكر اسم الأيون السالب وهو كلمة هيدروكسيد، ثم نتبعها باسم الأيون الموجب هيدروكسيد البوتاسيوم، يعني الأيون السالب الأول ثم الأيون الموجب. المثال الثاني NaOH هيدروكسيد الصوديوم. المثال الثالث CaOH كل 2 هيدروكسيد الكالسيوم. المثال الرابع LiOH هيدروكسيد الليثيوم.